بالنسبة إلى كتب وتاريخات المذهب السني يشيرون إلى أن يوم 27 هو من رجب، هو يوم الإسراء والمعراج، وهم قليلا ما يحتفلون بهذه المناسبة. بالنسبة إلى كتب الشيعة، يعني الكتب اللي تذكر هذا اليوم مثل كتاب مصباح المتهجد للشيخ الطوسي، كتاب مفاتيح الجنان للمتتبع الخبير الشيخ عباس القمري، كتب السيد ابن طاووس، كلها تشير إلى أن يوم 27 من رجب هو يوم المبعث النبوي، وهو اليوم الذي نبئ فيه رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه
التداخلات في التاريخ جعلت أن كثير من أبناء الشيعة يعتبرون هذا اليوم هو يوم الإسراء والمعراج. وطبعا السبب في ذلك هو التداخل ما بين السنة والشيعة. هاي المناسبة فقط في البحرين، فقط في البحرين يحتفلون بقضية الإسراء والمعراج، إنما باقي الحواضر الشيعية مثلا العراق، مثلا إيران، هذه كلها ما يعني لا يوجد عندهم احتفال بمناسبة الإسراء والمعراج. بل أكثر من ذلك، كتب الأدعية الشيعية، مفاتيح الجنان، المصباح، كتب السيد ابن طاووس، ما تذكر أعمال معينة إلى يوم الإسراء والمعراج، ما تعتبر من الأيام التي يحتفل بها، إنما هي واقعة وحادثة وقعت. أما أنها من الأمور المستحب مثلا فيها الأمر الفلاني، هذا كله ورد في مثل يوم المبعث. وهذا يعني يثير الانتباه أن احنا نثير هذا التساؤل في خصوص البحرين، أن هناك بعض المناسبات لا يحييها إلا أهل البحرين بتواريخ معينة. مثلا قضية وفاة النبي يحيى مثلا على سبيل المثال، على سبيل تروح العراق مثلا ما يعرفون المناسبة نهائيا، تروح إيران مثلا معنا فيها حواضر شيعية قديمة تشيع فيها موجود في لبنان، في إيران، في العراق قديم، مو احنا أقدم مكان موجود فيه شيعة، مع ذلك لا يهتمون بهذه المناسبات، بل لا تكاد تذكر في تلك الحواضر. هنا بالبحرين الله العالم هل هو بسبب الاختلاط ما بين السنة والشيعة انتقلت إلى قضية الإسراء والمعراج؟ لأن السنة الموجودين في البحرين هم طبعا ما كانوا وهابية. لما نرجع إلى 200 سنة مثلا، سنة البحرين اللي موجودين مو دولة الوهابية، السنة كانوا مسالمين اللي موجودين في البحرين، وكانوا أكثرهم على المذهب المالكي، وكلهم متصوفة من دول الفرق الصوفية، يعني يقيمون حتى احتفالات المواليد مولد النبي، يقيمون الاحتفال. واحنا اتركناهم في المحرك زين، موجودين بعض منهم يحتفلون بالمولد النبوي، بس عاد مو مثلنا، لا عندهم طبول وحاله نحتهم حتى في الفليح موجود منهم في المنامة، يحتفلون انه يوم المولد النبوي ويوم المعراج بنفس الطريقة. هل هذا هو اللي خلى المسألة تنتقل من مذهب إلى مذهب؟ يعني باعتبار نحن تعايشنا وياهم في بعض المناطق وقالوا مشت قضية إسراء ومعراج. أما في الواقع لا، كتب الروايات تشير إلى أن الإسراء والمعراج وقع في هذا اليوم، ولا كتب الأدعية ولا الكتب اللي اختصت بالاحتفالات بمناسبات الأئمة سلام الله عليهم. بعد كل هذه الوقفة، وقفة التأمل، نجي إلى مسألة الإسراء والمعراج، نمر عليها مرور سريع، ما ننكرها، وما يصير أحد ينكر قضية الإسراء والمعراج، ما ينكر المعراج إلا إنسان كافر بالنبي وكافر بالله. ليش؟ لأن قضية الإسراء والمعراج مذكورة في كتاب الله جل وعلا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وكذلك في سورة النجم هذا الإسراء، الإسراء هو المسير ليلا، وكذلك المعراج مذكورة في سورة النجم، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى إلى آخر الآيات. يعني النبي محمد صلى الله عليه وآله رأى جبرائيل. قضية الإسراء والمعراج ما يمكن لأحد أن ينكرها، ولكن متى وقع تاريخها؟ متى وقعت قضية الإسراء والمعراج؟ عندنا روايات ثلاثين في المسألة. الرواية الأولى تقول أن قضية الإسراء والمعراج وقعت في شهر جمادة، والرواية الثانية الرواية الشيعية أنها وقعت في شهر رمضان المبارك، بس هذا لا أقل ولا أكثر، هي الروايتين. السيد جعفر بن عبد العامري
أحد المحققين الكبار يقول لا يستبعد أن مسألة الإسراء والمعراج تكررت، يعني ما صارت مرة واحدة فقط وانتهت، لا بالعكس قضية الإسراء والمعراج وقعت للنبي أكثر من مرة. وحقيقة الإسراء والمعراج أن الله عز وجل بعث بالبراق وهو دابة لا يعلم شكلها إلا الله سبحانه وتعالى. الروايات تصف أن لها أجنحة وأنها ما بين الفرس وما بين الناقة. عموماً هذه الدابة تقاها رسول الله صلى الله عليه وآله بجسده وروحه. البعض يقول الإسراء والمعراج تم بالروح وليس بالجسد، زين إذا الروح بالروح وليس بالجسد هذا ما تعتبر فضيلة، والكل ينام والكل يحلم وكذا بروحه وليس بجسده، بل الرسول بروحه وجسده انتقل من مكة هذه في الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، المسافة هذه تعتبر مسافة بعيدة قطعها النبي صلى الله عليه وآله في دقائق، وصل إلى قبة الصخرة أو بيت المقدس، وهناك من بيت المقدس ومن قبة الصخرة عرج بالنبي المصطفى صلى الله عليه وآله إلى السماوات العلى. هذا المقدار المتيقن. هسه الروايات بعضها تزين، اكو اسرائيليات دخلت في قضية الاسراء والمعراج زيدوا من عندهم امور كثيرة، لكن هناك بعض الروايات لا بأس ان نلتفت اليها. نذكر لكم هاي الروايتين. الرواية الاولى ان هذه الروايات يعني وردت في كتبنا وبأسانيد معتبر. الرواية الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وآله في المعراج سمع صوت علي بن أبي طالب في السماوات العلى، فقال يا رب، أو قال أي رب، أنت حدثتني أم علي حدثني؟ علي ابن أبي طالب في ذاك المكان العالي وذاك المكان الرفيع. فجاء النداء من الله يا محمد أنا شيء لست كالأشياء، اطلعت على قلبك فوجدت فيه حب علي بن أبي طالب فكلمتك بصوت علي بن أبي طالب. اللهم صل وسلم على محمد. الرواية الثانية أيضا نذكرها من باب التبرك، يذكرها الشيخ عباس القمي أنه لما عرج برسول الله صلى الله عليه وآله في ذاك المكان رأى الملائكة على أشكالهم، رأى الجنة، رأى النار، أمور غريبة وعجيبة في هذه الرحلة التي صعد فيها رسول الله صلى الله عليه وآله إلى السماوات العلى. تقول الرواية أنه رأى من الملائكة جبرائيل ورأى عزرائيل ورأى ميكائيل، كل واحد رآه على هيئته كما خلقه الله سبحانه وتعالى، لأن جبرائيل لما ينزل على النبي ما كان ينزل بهيئته الأصلية، لا تشوفه مثل ما يقول القرآن في قضية مريم ما نزل لها ملك، نزل لها في صورة إنسان فتمثل لها بشرا سويا، وإلا لو نزلت الملائكة لهم هيئات مثل الهيئة المادية يتمثلون. في الروايات أن جبرائيل إذا نزل على رسول الله ينزل على هيئة دحية الكلب، دحية الكلب واحد مقرب من رسول الله صلى الله عليه وآله من الصحابة، ينزل جبرائيل على هيئة قريبة من هيئة الدحية، كل ما تشوفونه طالع من عند النبي داخل عند النبي كأن واحد كأن هذا الرجل اسمه دحية كذا، هذا يمر على رسول الله كثير وهو جبرائيل عليه السلام. عموما في تلك الرحلة النورانية تقول الروايات أن رسول الله رأى جبرائيل ورأى الملائكة ورأى ملكا من الملائكة له كذا ألف يد وكذا ألف جناح وكذا ألف يعني بالآلاف أصابع في يده كثيرة، سبحان الله في خلقه ولله في خلقه شؤون. ما نطلع على هذا، ما عندنا مجال ان ابصارنا ما يمكن ان تصل الى مكنون علم الله في هذا الكون.
تقول الرواية: فتعجب رسول الله من خلقة هذا الملك، قال له: أيها الملك، من أنت؟ قال: يا رسول الله، أنا ملك خلقني الله جل وعلا لأعد قطرات المطر، فما نزلت قطرة في ليل أو نهار، في بر أو بحر، إلا وهي في خزائن علم الله. كل قطرة الآن تطيح مطر مثلا في أقصى الأرض مسجلة. هذا فعلا القرآن: وكل شيء أنزلناه بقدر، كل شيء نازل بقدر معين. قال ذلك الملك: يا رسول الله، فما نزلت قطرة إلا وكتبتها وسجلتها، ولكنني يا رسول الله عجزت على أن أعد فضل من قال: اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. هذا الإثارة الأولى حول حقيقة المناسبة الموجودة في هذه في هذا اليوم المبارك، وهو يوم المبعث كما أشار. الإثارة الثانية: إذا كان اليوم 27 هو يوم المبعث، تثار عندنا بعض الإشكاليات. المبعث ما هو؟ اليوم الذي في بعض الروايات اليوم الذي فيه نبئ رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، واحد يتساءل: عندنا روايات عن الأئمة أن الرسول يقول: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، يعني نبوة النبي مو من الآن، مو في التاريخ 27 رجب قبل البعثة، زين، قبل الهجرة بكذا سنة صار النبي نبي. عندنا روايات أن النبي قبل أن يخلق آدم هو نبي بلا شك. شلون نحل المسألة؟ يقولون العلماء: هناك خلقة نورانية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل هذه الخلقة الطينية هي موجود من طين، الله خلق قبل أن يخلق جسمه، خلقه نور، هذا موجود في الزيارة الجامعة: خلقكم الله أنوارا فجعلكم حول عرشه محدقين، ثم رب علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فخلقة النبي النورانية هذه قبل خلقة الجسمانية، هذا واحد. اثنين، احنا نقول يوم المبعث هو اليوم الذي بعث فيه رسول الله بالرسالة، يعني بلغ الرسالة، وإلا كان نبيا. نعتقد في مذهب أهل البيت أن النبوة كانت ملازمة إلى شخص الرسول، كان يرى الملائكة قبل البعثة، وكان ينظر إلى الآثار والكرامات، يعني كان يمشي فيضلله الغمام. طفل صغير لما ذهب مع عمه أبي طالب إلى الشام، النبي صارت إلى سفرة إلى الشام وهو طفل صغير مع عمه أبي طالب، والتقى برجل اسمه بحيرة الراهب، رجل نصراني، وذول كلهم أكدوا أن هذا هو النبي الخاتم. ما مروا على محل إلى اليهود أو إلى النصارى إلا وطلبوا من أبي طالب أن يكشف عن كتف النبي، وإذا كشف عن كتف النبي كانوا يقبلون ويقولون: هو والله هذا الذي سيبعث بالعرب. فكان النبي معروف قضية النبوة، خاتم النبوة عليه، يمشي فتظلله الغمام، ليس له ظل، كرامات ومعاجز كثيرة إلى رسول الله. هذه كلها كانت تشير إلى أنه، يعني الناس تعرف أن له كرامات، وهو معقول ما يعرف أنه هو نبي، مثل ما كانوا يعلمون بعض الأولاد في المدارس لما يقرؤون عليهم هذه السورة: يا أيها المدثر. يقول لك: جاء جبرائيل إلى النبي ففزع رسول الله، فزع النبي ورجع خايف ويرتجف، وقال: دثروني. وقامت خديجة، خلاصة القضية، قامت خديجة وراحت إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وورقة ابن نوفل بطل الكتب كذا، تقول فاتح لأفال، يعني بطل الكتب وقال: ترى هذا نبي،
يعني لا يخاف واجد. وجت خديجة إلى النبي وبشرت أنت النبي، قال الحمد لله ومشت الأمور. شو قاعد يعني يا مهزلة بالتاريخ. النبي نبي قبل أن يأمره الله عز وجل بالبعثة ويأمره بأن يبلغ هذه الرسالة. طبعا هذه كل روايات كلها أكاذيب. الرسول كان يعلم من نفسه أنه سيبعث رحمة إلى العالمين. ولذلك هذه الروايات التي تتكلم يعني أكثرها روايات إسرائيلية حاولوا من خلالها أن يغيروا الواقع. عموما هذه الإثارة الثانية. أكو إثارة ثالثة حول نزول القرآن في قضية المعراج. أنت تقول أن يوم 27 رجب هو يوم المبعث، ويوم المبعث هو اليوم الذي نزل فيه القرآن، لأنه لما بعث النبي صلى الله عليه وآله نزل القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق. بينما القرآن يبين أنه تم نزوله في شهر رمضان المبارك. إنا أنزلناه في ليلة القدر. شلون تحل هذا الإشكال؟ طبعا هذا الإشكال يبين صاحب كتاب تفسير الميزان العلامة الطباطبائي، يقول أن القرآن له نزولان وليس نزول واحد. نزول يسمونه النزول التدريجي والنزول الدفعي. النزول التدريجي أنه كان القرآن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله منذ بداية البعثة، يعني منذ أن بعث النبي بدأ جبرائيل ينزل على النبي بالقرآن. يعني أيام مثلا قبل بعثة النبي ما عندنا آيات أو في كتاب الله وهذه الآية قبل البعثة، لا ما يصير، كلها ما بعد البعثة، بدأت في مكة ثم المدينة. هذه الآيات الوحي، طريقة الوحي، كان ينزل جبرائيل فيراه النبي ويسمع، النبي يرى ويسمع. فكان حسب المواقف، يعني جاء واحد يسأل النبي مثلا، النبي يسكت إلى أن يأتيه الوحي فيتكلم رسول الله صلى الله عليه وآله. يسألونك عن المحيض، قل المحيض أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. جاء واحد يسأل النبي عن المحيض وجاءه الجواب بهذه الطريقة. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. وهكذا كل ما يسأل الرسول أحد أو تصير حادثة معينة، مثلا ماتت السيدة خديجة ومات أبو طالب في عام الحزن، فأنزل الله سورة يوسف على رسول الله صلى الله عليه وآله، فهي من السور المكية. إذا حسب المناسبات كان القرآن ينزل بشكل تدريجي، كل مناسبة يوم يومين ساعة شهر مثلا. خلال 13 سنة صار عندنا هذا القرآن الموحى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. 13 سنة في مكة وعشر سنوات، يعني خلاصتها 23 سنة اكتمل القرآن. أما النزول الدفعي لا، مجرد أن أول ليلة قدر جاءت بعد البعثة كان القرآن ينزل كاملا على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. يسمون النزول الدفعي للقرآن. وبالتالي حل هذا الإشكال أنه تقدم القرآن على بعثة النبي أو العكس، فكما بينا في هذه المسألة. عموما في بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله هو يوم عظيم يذكرونه العلماء، وهو اليوم الذي بعث فيه النبي، يستحق فيه الصيام. هنيئا للصائمين هذا اليوم، هنيئا لهم مع شدة الحر. ضعينا على شهر رمضان إن شاء الله. لا ما بصير لبزيد شكر. عموما أجر ثواب أهل البحرين إن شاء الله، بعد من أهل الجنة يعني بلا شك. نسأل الله أن يفرج عن المؤمنين والمؤمنات.
هذا اليوم يستحب فيه الصيام، يستحب فيه الغسل، ومن الأمور الغريبة يستحب فيه زيارة أمير المؤمنين سلام الله عليه، زيارة أمير المؤمنين يوم المبعث. وكان عادة موجودة عند الشيعة في العراق يذكرها صاحب كتاب الرحلة اللي هو ابن بطوطة، هذا الرحالة صادف أنه لما راح العراق وصل إلى النجف كان في شهر رجب. هذا الكلام يعني قبل سنوات بعيدة، ابن بطوطة قديم من القدماء يعني كذا 100 سنة ما توصل 1000. لما وصل إلى النجف يقول رأيت من الروافض أمر عجيب في 27 من شهر رجب. هو يقول مشاهدة هو جاف، كانوا يجتمعون عند قبر علي بن أبي طالب من كل فج. يقول كل أهل العراق يجتمعون عند قبر علي بن أبي طالب، رزقنا الله وإياه زيارة. وكانوا يحيون هذه الليلة بالعبادة، يحيون هذه الليلة بالعبادة عند قبر أمير المؤمنين، ويأتون بمرضاهم ومقعديهم. هو يتكلم على لسانه، هو سني بعض الشيعين، يجيبون مرضاهم والمقعدين. يقول ورأيتهم يأتون من تركيا ومن الشام ومن أماكن بعيدة يجتمعون حول قبر علي بن أبي طالب ويأتون بمرضاهم ومقعديهم. فإذا كانت ليلة 27 رجعوا جميعا بعد ذلك إلى ديارهم، وقد شفى الله مرضاهم وقضى حوائجهم ببركات علي بن أبي طالب. وما أكثر كرامات أمير المؤمنين. البعض يقول ليش يعني نزور علي يوم المبعث؟ لأن حقيقة البعثة واكتمال هذا الدين بعلي بن أبي طالب، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. يعني لما نحتفل بأمير المؤمنين ونذكر علي بن أبي طالب يوم مبعث النبي كأنما رسالة أنه لولا علي بن أبي طالب ما اكتملت هذه البعثة وما اكتمل هذا الدين. فعلى الآن لولا ولاية أمير المؤمنين حفظ الأئمة سلام الله عليهم للقرآن، الأئمة هم اللي حفظوا القرآن من هالتفاسير العفنة اللي موجودة ومن هالآراء اللي حاولوا من خلالها تجسيم الله وغيروا العقيدة وغيروا الدين وغيروا الوضوء. حتى الوضوء انت تشوف الوضوء شلون، القرآن يتكلم عن وضوء والجماعة عندهم وضوء ثاني مختلف غير عن الوضوء الموجود في القرآن الكريم. ولله الحمد لولا أئمتنا لكان وضوءنا مختلف، ولكن وضوءنا هو الذي ذكر في كتاب الله في القرآن الكريم. وكثير من الأمور العقائد الدخيلة على المسلمين هم يقولون الشيعة مشركين. يا أخي شوف أنت عقيدتك أول، دول الوهابية دائما الشرك، أنتم أهل شرك وكذا، كفر تشوف عقيدتك والشرك اللي موجود في عقيدتك أعاذنا الله. لذلك احنا في نعمة ولله الحمد ببركات أهل البيت هم اللي حفظوا هذا الدين وبقي الإسلام كما كان من مبعث رسول الله. يعني لولا علي والأئمة من ذرية علي بن أبي طالب لما وجدت لهذا الدين عينا ولا أثر. لذلك نحن نزور أمير المؤمنين عليه السلام في يوم مبعث النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. نسأل الله أن يفرج عن أبنائنا وعن معتقلينا إن شاء الله فرجا عاجلا. اللهم ومن أرادنا بسوء فأرد، ومن كادنا فكد. اللهم واجعلنا من الثابتين على ولاية محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على البدر المنير والبشير النذير المصطفى المؤيد أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم على محمد.
وكماله كشف الدجى بجماله ورق السماء بنعاله حسن الجميع خصاله صلوا أعمالنا أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد غطت الأرض الوسيعة من سهلها ومن جبلها وازدهت مكة بجماله وغنت الدنيا بهملها فرحانة الدنيا بنورها أنوار تصبح الليلة أنوار تصبح الليلة أنوار تصبح الليلة أنوار تصبح الليلة شرف العالم وجود الله الله صارت الدنيا جديدة والفرح ينزل وروده الله الله هذا حبيب القلوب وهو الرسول المؤيد يا رب صل وسلم على الحبيب محمد المختار طه سرور الدنيا وغناها
فرحة المسلم عظيمة والمحب أعظم يراها بالهادي فرحان الدنيا بالهادي فرحان الدنيا بالهادي فرحان الدنيا بالهادي فرحان الدنيا هادي مو بدعة وضلالة الله 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 كل ما عند الشيعة كان بدعة وضلالة وبدعة وضلالة أبو من هذا البيت لهم يعني هذا مو بدعة وضلالة ونور آل البيت شعشع واحنا من فضل استوانا ممزوج العطر بدمنا ممزوج العطر بدمنا ممزوج العطر بدمنا ممزوج العطر بدمنا من قبل آدم نحبه ارزقنا يا رب نزور ارزقنا يا رب نزور البتول الطيل ايمنا الله الله كوثر الغالي وسهمه الله الله بضعة اللي تحمل اسمه الله وفي البقيع التقى